دعوات من الإطار الشيعي لتحريك المياه الراكدة للعملية السياسية وتوقعات بالذهاب نحو رؤية مشتركة للخروج من حالة الانسداد السياسي. مساء كردية للتوافق على مرشح لرئاسة العراق، والمنصب لا يزال يقطع أو الوصال بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني. حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة. وعلى الرغم من كونها دخلت نفقا مظلما من الخلافات التي تعيق تشكيل الحكومة المرتقبة، فإن العملية السياسية تبدو وبحسب ما تؤكده مصادر رسمية ستخرج أزمتها من عنق الزجاجة خلال وقت قريب، بعد أن أبدت القوى السياسية للإطار الشيعي تقديمها التنازلات من أجل انتشال العملية السياسية من دوامة المتاهات وإنقاذ البلاد من تداعيات الأزمة التي تخيم على المشهد. لذا فإن الإطار الشيعي يدعو اليوم إلى ترك الخلافات والذهاب نحو تسوية هذه الأزمة بالابتعاد عن المحاصصة المقيتة والمصالح الضيقة التي أخرت كثيرا من عجلة التقدم وسببت ركود المشهد السياسي منذ فترة ليست بالقليلة كان من المفترض فيها تشكيل حكومة شراكة وطنية بعيدة عن الصراعات والمهاترات. إلى الجانب الآخر مشاهدينا، لم تتمكن القوى السياسية الكردية التي حصلت على نحو 60 مقعد في انتخابات تشرين الأول الماضي من تشكيل تحالف موحد لغاية اليوم، برغم تأكيدات قيادات كردية أن الذهاب إلى بغداد للتفاوض بشأن الحكومة الجديدة يجب أن يكون من خلال وفد واحد يضم القوى الفائزة في الانتخابات والممثلة لإقليم كردستان العراق. وعلى خلاف الانتخابات السابقة، كانت القوى الكردية أول من تقيم تحالف فيما بينها، ويؤكد سياسيون عراقيون أكراد أن الخلافات بشأن المناصب الخاصة بالكرد تقف وراء تأخير تشكيل تحالف كردي موحد، لا سيما رئاسة الجمهورية التي يتمسك بها الاتحاد الوطني الكردستاني، في حين يعدها الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم بالإقليم استحقاقا انتخابيا له. إذن مشاهدينا، في حصادنا لهذه الليلة نناقش كل هذه التداعيات مع ضيوفنا الكرام، ونرجو أن تبقوا معنا. إذن مبادرة مرتقبة للإطار الشيعي، تؤكد المصادر فيها بأنها ستكون قادرة على قلب الموازين بعد أن باتت العملية تشهد خلافا حادا بين أهم الأقطاب السياسية. فمجريات الساحة السياسية قد لا يمكن مغادرة خلافاتها ومواقفها المتضادة إلا من خلال تقديم الأطراف السياسية بعض التنازلات التي من شأنها التقليل من حدة الصراعات والذهاب إلى طاولة الحوار. تقرير علي حبيب. على صخرة الإصرار السياسي تسقط مبادرات التقاء جميع القوى السياسية بعد أن ضعفت قنوات التواصل بينها لما وصلت إليه من مرحلة جمود، فالمشهد السياسي صورته الكاملة مملوءة بتضاد المواقف بعد أن فقدت جميع المبادرات بريقها ولم تلقى أجواء إيجابية، تستثنى من ذلك مبادرة الإطار التنسيقي التي ما زالت تبحث عن أجوبة للمواقف المتصلبة وبدائل لخيارات كسر العظم. يسعى الإطار إلى إيجاد مساحة من التفاهم والتعامل من أجل حل الانسداد السياسي، وبالتالي الخروج بنتائج إيجابية. لعرف الجميع اليوم هنالك ضررا يترتب على الانسداد اقتصادي واجتماعي، بالتالي يسعى جاهدا الإطار إلى إيجاد مساحة من التحركات، وهو يتفائل أيضا بالتحركات القائمة في داخل إقليم كردستان. في الأثناء وعلى وقع هذا المشهد المتوتر، خيم الانغلاق السياسي سلبا على جملة مضامين وعطل الكثير من المصالح العامة. أشهر تمر بدون موازنة ومشاريع متوقفة وقوانين منسية تحجز لها حيزا في رفوف المجلس النيابي،
كلها مشاكل تبحث عن محرك يجمع الأضداد. هذا الانسداد السياسي وضع الكتل السياسية أمام مفترق طرق أنه لابد من حل هذه الأزمة والاحتكام إلى لغة العقل في سبيل السير بتشكيل الحكومة. وأمام التفاهمات الكردية والتحركات الإطارية يترقب الشارع منعطفا جديدا في فصول الحوار بعد قطيعة سياسية علها تنعكس على باقي الشركاء السياسيين، لكن يصعب التكهن بمديات استجابة القوى لدعوات مغادرة الانغلاق بعد أشهر من السكون السياسي الذي أوقف مراحل استكمال الاستحقاقات الدستورية. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم في الاستوديو، عضو تحالف الفتح الأستاذ معين الكاظمي. أهلا بك سيد معين، ضيفا كريما. وبداية، اليوم هناك حديث أن هناك مبادرة لقوى الإطار، شنو طبيعة هذه المبادرة؟ شنو أهم بنودها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أحييك وأحيي المشاهدين الكرام. مبادرة الإطار، و منذ البداية أن يكون هناك حوار مفتوح للحديث حول هذا الانغلاق الموجود ليكون الخروج بالأزمة إلى طرق للحل وعدم حالة القطيعة التي تكون بعض الأحيان، إضافة إلى التفاهم حول المستقبل هذا البلد في ظل هذه الظروف الحالية، وأن يكون هناك احترام للدستور والقوانين ولا مخرجات الانتخابات بالرغم من كل الملاحظات التي جرت عليها، فلا بد أن يكون هناك مشاركة حقيقية في صنع القرار وفي رسم المستقبل لهذا البلد، مع الأخذ بنظر الاعتبار التحديات الموجودة، التحديات الاقتصادية، التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة بشكل عام. ولذلك نحن ندعو يكون هناك تفكير بالمصلحة العامة للبلد، ويكون هناك تنازل من بعض الأطراف لمصلحة هذا البلد، والإطار أبدى استعداده للتنازل. هذا ما طرحتموه بالمبادرات السابقة أكثر من مرة منذ نهاية الانتخابات وقرار القضاء حول نتائج الانتخابات، طرحتم هذه البنود في مبادرات عدة لكنها لم تجد آذانا صاغية، راح تختلف هذه المبادرة أو تلقي الأطراف الأخرى لها؟ أعتقد مع مرور فترة أكثر ما يقارب 6 أشهر على انعقاد أول اجتماع لمجلس النواب والتأخر الحاصل في تشكيل الحكومة وعدم الإمكان لهذا التشكيل بدون أن يكون هناك حوار، هذه القناعة وصلت للجميع. لذلك هناك وضع يختلف عن السابق في استقبال هذه المبادرة والتفاهم حولها، ولذلك فمرور هذه المدة من الوقت أصبحت ضاغطة على الكتل السياسية وأمام الجمهور الذي ينتظر أن يكون هناك حلحلة ويكون هناك مشروع حقيقي للبلد في معالجة هذا الانغلاق الحاصل. طيب، ركزت على نقطة تقديم تنازلات، شنو طبيعة هذه التنازلات؟ ممكن أن تقدمون تنازلات أكثر من المرات السابقة، وقد تكون هذه التنازلات على حساب جمهوركم وحقوق جمهوركم وناخبيكم؟ التنازلات من الجميع، ليس فقط أي الإطار فقط، وإنما
الجميع لابد يكون هناك تنازل للمصلحة العليا للبلد وللقوانين النافذة وللدستور. لذلك لابد من احترام هذه القوانين. قرارات المحكمة الاتحادية يجب أن تحترم، ومع المحافظة على حقوق كل المكونات. فليس من المعقول أن يكون هناك قانون لموازنة مؤقتة يعطي الحق لمحافظات متضررة بعنوانها تضررت من الإرهاب، ولا يعطي الحق لمحافظات الوسط والجنوب التي تضررت كثيرا بعد النظام البائد وما بعد 2003. وهكذا هناك حقوق لابد أن تحترم من الجميع، وأن يكون هناك تعاون، خصوصا أن وضع البلد الآن يختلف، الوفرة المالية، سعر البترول، كثير من الأمور هي مشجعة للانطلاق بالعمل. حتى قضية مثلا الاتفاقية مع الصين التي تعتبر هي لها دور مهم في تغيير واقع البلد، هذه الأمور لابد من تقديرها من قبل الجميع، ولا تكون قراراتنا منطلقة من ضغوط إقليمية ودولية تبعدنا عن مصلحة البلد. لذلك نحن نقول التنازل بالحقيقة هو العودة إلى المصلحة العليا وإلى الدستور وإلى القوانين النافذة، وبذلك يكون تحقيق العدالة للجميع. نحن لا نتنازل عن حقوق جمهورنا الذي تحمل الشيء الكثير في محافظات قدمت وضحت، ولكن نقول لابد من أن تكون هناك مرونة تقديرا لهذا الانغلاق الذي طال كثيرا. طيب، الأطراف الأخرى بالمقابل لمستم من عندها تجاوب مع هكذا مبادرات، عندها استعداد لتقديم تنازلات حتى تمضي بهذه المرحلة من التاريخ السياسي العراقي الحساس جدا؟ طبعا بشكل صريح، يعني بالدرجة الأولى هو الكتلة الصدرية يجب أن تتفهم هذا الوضع الجديد، وأن يكون هناك تفكير بالمصلحة العليا التي تحدثنا عنها، ويكون هناك عمل حقيقي لمصلحة البلد، ليس فقط بالحسابات السياسية والمصالح الفئوية الضيقة. والمكونات الأخرى أعتقد ستستجيب إذا كان هناك توافق بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي للمصلحة العليا، وهذا هذه المرونة مطلوبة من وأن لا يكون هناك قرارات مسبقة. وبذلك نرى أن قد يكون المكون السني مستعد عندما يرى أن المكون الشيعي وصل إلى توافق فيما بينه. وهكذا بالنسبة للمكون الكردي، لابد أن يكون هناك تفهم للقوانين وعدم محاولة استمرار حكومة تصريف الأعمال إلى نهاية عام 2022، ويكون قانون الطوارئ هو الممول المالي لهذه الحكومة، ولا يكون هناك خضوع للدستور والقانون والسقوف الزمنية المطلوبة. لذلك نحن ندعو الجميع وخصوصا أخوتنا في الكتلة الصدرية أن يتفهموا هذا الموضوع، وأن يكون هناك مرونة وتفاهم للمصلحة العليا. نرحب أيضا بالمحلل السياسي الأستاذ محمد الياسر، ينضم لنا بصوت والصورة مباشرة بغداد. أهلا بكم أستاذ محمد. وكنا نتحدث مع سيد معين عن مبادرة جديدة للإطار التنسيقي الشيعي من أجل حلحلة هذه الأزمة، وربما كانت لديه الكثير من المبادرات، لكن تعتقد أن هذه المبادرة الأخيرة سوف تختلف عن المبادرات السابقة، وقد تجد أذانا صاغية لدى الأطراف الأخرى لحلحلة هذه الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولكوادركم ولمشاهدينكم الكرام ولضيفكم الكريم. حياك الله. طبعا انه الإطار التنسيقي منذ البداية، منذ نتائج الانتخابات ولغاية اليوم، قدم المبادرات وقدم تنازلات كثيرة. نعم. طبعا هذه المبادرات والتنازلات لحلحلة الأوضاع بشكل كامل، لضمان حق المكون الأكبر، كذلك ضمان حقوق المكونات الأخرى وفق مبدأ الوحدة الوطنية ووحدة المكونات، مع احتفاظ الجميع بمكوناتهم. لكن للأسف نجد هناك تعنت من طرف سياسي آخر، اللي هو التحالف الثلاثي، وكذلك هم ليس كل التحالف الثلاثي، لكن بعض قوى التحالف الثلاثي سعت إلى تعزيز انقسام الشيعة عبر التحالف مع طرف دون معين، رغم أنه كانت هناك وعود من تلك القوى بأنها لا تعزز الانقسام. هذا من جانب.
من جانب آخر الإطار أيضا عندما رأى هذا المشهد بهذه الصورة وتيقن من أن الموضوع هو عملية إقصاء ممنهجة عبر السيطرة على البرلمان بالخطوة الأولى ثم الذهاب إلى رئاسة الجمهورية باختياره أيضا من طرف معين وكذلك الذهاب إلى تشكيل الحكومة وعملية الله يعلم وحده ماذا كان يراد من هذه الخطوة، لكن الإطار وقف بموقفه الثابت في تأكيد لحق المكون وقدم الكثير من التنازلات في سبيل أن لا تكون هناك سنة جديدة أو عرف سياسي جديد يراد منها أن هناك أي كتلة كبيرة حتى لو كانت من خارج المكون الأكبر تستطيع تشكيل الحكومة، وهذا حقيقة خطر لا. أنه ذهاب هذه الخطوة من المكون الشيعي بشكل كبير هذه قد تؤدي إلى أن يكون القوى الأخرى تتحالف وتشكل كتلة كبيرة ثم نرجع إلى ما قبل عام 2003 بالتالي. لكن كسر الجمود السياسي ربما يحتم على التيار الجلوس إلى طاولة واحدة للحوار مع الإطار لحلحلة هذه الأزمة؟ أنا أعتقد أذكر أنه في منذ أن خرجت نتائج الانتخابات وعلى قناتكم هنا ذكرت بشكل واضح وأعتقد معكم في وقتها قلت لا يمكن أن يكون هناك حكومة قوية ومؤثرة بتخرج إلا أن يكون هناك توافق شيعي شيعي بالدرجة الأولى، الخطوة الأولى أن يكون الشيعة متفقين ثم بعد ذلك يتم الذهاب إلى الفضاء الوطني، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية استمرار التعنت هذا يدل على أن هناك مشروع يراد منه أن يتم إقصاء هذه القوى السياسية التي هي من معارضة الخارج والتي جاهدت وناظرت ضد النظام المقبور، يراد منها معاقبتها كأنه على مواقفها السابقة ضد النظام السابق، هذا الصورة التي يراد من إيصالها. النقطة الأخرى والمهمة أنه في هذه الأوضاع كلها الإطار قدم كل التنازلات للآخرين، تعالوا فقط أن نشكل كتلة كبيرة ولا ضير أنه أنتم لكم مناصب ما تستحقونه وما تريدونه، أن يكون هناك بالشراكة، لماذا يتم رهن المناصب التي تخص الشيعة بيد الآخرين بينما لا يسمح للقوى الشيعية أن تختار هي أن تقرر مثلا انتخاب من شخصية رئيس الجمهورية أو شخصية رئيس البرلمان. وأبسط أيضا من التأكيدات التي كانت بجانب مواقف الإطار الحقيقية أنه مجرد ما التحالف الثلاثي تمكن من الهيمنة على البرلمان أقصى جميع نواب الإطار من اللجان، من جميع اللجان. إذن كيف يمكن أنت فقط في البرلمان تعاملت هكذا؟ كيف يمكن أن تتعامل معهم بعد أن تصل إلى وتشكل حكومة من الطرف الوحيد فقط من التحالف الثلاثي؟ ماذا تفعل؟ دعنا نعود إلى سيد معين. يعني إذا قدمتم تنازلات ربما تنازلات عن مكاسب تخص أحزابكم، طيب ماذا عن تنازلات عن حقوق المكون؟ يمكن أن يكون هناك تنازل عن أي حقوق من حقوق المكون الأكبر من أجل الدفع بالعملية السياسية وتجاوز أي مخاطر حالية؟ أرجع وأقول موضوع التنازل هو ليس تنازل عن حقوق المكون أو جماهير الإطار التنسيقي أو التحالف، وإنما هي المرونة المطلوبة من الجميع. فلا يمكن أن يكون هناك تنازل عن حقوق المكون الأكبر في العراق وهكذا عن المحافظات التي تحملت الشيء الكثير خلال الفترة السابقة، وما ندعو له أن يكون هناك عدالة في المرحلة القادمة وعدم إقصاء ما يجري حاليا محاولة لإقصاء المكون الذي ندعو أن يكون هناك تمثيل له حقيقي بمستوى الأغلبية السكانية التي تفوق 65% بهذا التمثيل الواقعي المطلوب داخل مجلس النواب وتمثيل في الحكومة القادمة، وبذلك يكون حالة من التوازن والاستقرار في إدارة الدولة للمرحلة القادمة وعدم الانفراد ومحاولة الاستحواذ على القرار الشيعي من خلال طرف معين، وإنما لابد من احترام الجميع، لأن هذه المكونات أو هذا التمثيل لعدد مجلس نواب في الإطار التنسيقي الذي يفوق العدد الآخر هو لديه خلفية واسعة جماهيرية تنتظر أن يكون لهذا الإطار دور في المرحلة القادمة لتقديم ما يمكن لجماهيرنا. لذلك
لا يمكن التنازل، وإنما ندعو يكون هناك تفهم ومرونة من الجميع لإعطاء كل ذي حق حقه، ويكون القانون والدستور هو الحاكم، ويكون العدالة الاجتماعية المطلوبة، وبدلا من محاولة ما يجري حاليا غير مشجع عندما نقول قانون أمن غذائي ونرى أن فيه تريليونات مخصصة إلى المكون السني لإعمار محافظات وتسلم نقدا إلى ممثلي هذا المكون، وتريليونات مهيئة إلى المكون الكردي للابتعاد عن قانون وقرار المحكمة الاتحادية، وتبقى يبقى المكون الشيعي في الوسط هو المتضرر، بالرغم من أن النفط المصدر والذي هو يعتبر أساس الموازنة العراقية من محافظة البصرة ومن الجنوب العراقي. لذلك لابد أن يكون هذا المرونة المطلوبة، وأرجع وأقول ندعو خصوصا الكتلة الصدرية يكون هناك تفهم وعمل بالمصلحة، المصلحة العليا للبلد، وأن لا يكون تفكير لإقصاء الآخرين، وإنما كما ذكر الأخ المتحدث بأنه في مجلس النواب بدأ هذا الإقصاء في اللجان الذي ويدعونا أن نكون نحن المعارض. كيف تعارض وليس لديك لجان داخل مجلس النواب لتراقب الحكومة وتحاسبها؟ فهذا البدعة، بدعة أنه اذهبوا أنتم وصيروا معارضة، هي فقط مخصصة للشيعة المعارضة، وإنما الكرد كلهم يدخلون محلل لهم، وكل المكون السني يشارك بالحكومة مسموح لهم، وإنما الشيعة لا بد أن تكون جزء كبير منهم إلى المعارضة، هذه قسمة ضيزة. لا بد من التفكير الجدي والرجوع إلى الشعارات التي رفعت بالفترة السابقة والتوصيات قياداتنا ومراجعنا السابقين الشهداء وغيرهم الذين ندعي بأننا امتداد لهذا الخط الأصيل، أن يكون تفكير بمصلحة البلد وعدم الانفراد والتفكير بالمصلحة الفئوية الضيقة، فهذا هو سوف لا يوجد استقرار لبلدنا ومحافظاتنا. طيب سيد محمد، كل ما ذكره سيد معين من نقاط إذا لم تعالج في المرحلة الحالية وعلى عجالة، شنو راح يتأثر على مستقبل العملية السياسية وعلى البلد بشكل عام؟ والقوى السياسية بالمقابل هل وصلت إلى مرحلة الشعور بخطر أو بهذه المخاطر وتأثيرها على البلاد والعملية السياسية على هذه القوى نفسها بتوسع الضغط الشارع ربما وسخط جماهيري على تأخر الجهات السياسية والأطراف السياسية اللي انتخبوها بإيجاد أي حل مقابل أزمات اقتصادية وأزمات سياسية وبعض الأزمات الأمنية ربما التي بدأت تطفو على الساحة؟ طبعا هو المشروع لا يتعلق فقط بالإطار التنسيقي أو الإطار الشيعي فقط، إنما حتى على التيار الصدري ككل، باعتبار هم يريدون أن التيار يقصي القوى الشيعية ومن ثم يتم إقصاء التيار الصدري، أي نهاية الوجود الشيعي في السلطة والعودة إلى مربع ما قبل عام 2003. من العام 1921 تأسيس الدولة العراقية لغاية 2003 الشيعة لا وجود لهم في السلطة، تعاقبوا بل تعرضوا إلى أبشع من التهديد والقتل. وبالتالي أن هذه المرحلة يتم فيها، مثلا أنا عم أعطيك فد مثال، كل قوى التحالف الثلاثي مشاركة في الحكومات منذ العام 2003 ولغاية اليوم بدون استثناء. لماذا يتم تحميل جميع سلبيات العملية السياسية إلى القوى الإطار الشيعي، بينما القوى الأخرى وكأنها يدها بيضاء كانت طيلة هذه الفترة؟ طيب على ذكر القوى الأخرى، يعني الأطراف الأخرى، القوى الأخرى التي لم تبادر إلى وساطات أو تقريب بوجهات النظر، خصوصا الجبهة الكردية غالبا ما تدعي بأنها تسعى لطرح مبادرة بسبب التعزيز للانقسام الشيعي، باعتبار أن الحزب الديمقراطي بعد تحالفه مع الكتلة الصدرية حقيقة دافع باتجاه تعزيز الانقسام الشيعي في بين القوى الشيعية، وهذا هو الحقيقة الخطورة. ما كان يفترض، أنا أود أن أذكر مسألة، التحالف الوطني أو التحالف الشيعي في العام 2005 غير مرشحه لرئاسة الحكومة لأن الكرد كانوا غير راغبين بتولي السيد الجعفري رئاسة الحكومة وقتها،
فاضطر رغم إجماع القوى الشيعية على توليه، لكنها غيرت احتراما وكذلك تمسكا بالتحالف مع الكرد أنها غيرت ورشعت. لكن اليوم الحزب الديمقراطي لم يحترم هذه التوافقات الشيعية مطلقا، إنما ذهب إلى تعزيز الانقسام الشيعي والتحالف مع طرف معين رغم إعلانه بشكل في البدء بأنه لا يتحالف مع طرف ضد طرف آخر، لكنه بالحقيقة عزز الانقسام. هذه النقطة. النقطة الأخرى، الإجماع السني الذي دخل بين الطرف بالقطبين باعتبار القطبين الرئيسيين للقوى السنية هما السيد الحلبوسي والسيد الخنجر، عندما شاهد الوضع بما هو دخل في تحالف كامل فيما بينهما ودخل. وأضيف لك نقطة ثالثة أيضا، شخصية سياسية من التحالف الثلاثي اتصلت بالاتحاد الكردستاني وحاولت إقناعه على الدخول في التحالف الثلاثي مقابل المناصب خارج عن الكرد. هم هذه المعلومة. هذه المحاولة تؤكد على أن محاولة عزل قوى الإطار الشيعي لمراحل بمحاولة كأن لمعاقبته بهذه معاقبته باعتبار معارضته للنظام المقبول. كل قوى الإطار الشيعي كانت من المعارضة التي واجهت وضد النظام السابق بكل القوى الإطار الشيعي التي هي تحمل روح المقاومة والمواجهة للاحتلال الأمريكي، أيضا هذه موجودة في قوى الإطار. النقطة الثالثة والأساسية أنه قوى الإطار الغالبية العظمى منها كانت هي المستهدفة في فوضى 2019 في تشرين، وهي التي تصدت وقيادة الإطار وقتها بحكمتها وحنكتها حاولت أن تخرج البلاد من الفوضى التي الدامية التي أريد لها أن تحرق الوسط والجنوب. بالتالي اليوم بعد أن فشل، وإلا لماذا حتى في 2018 لماذا كان الإصرار على استبعاد الفتح والقانون من تشكيلة الحكومة؟ أرادوا من تلك القوى أن تذهب إلى المعارضة وأن يتم تشكيل الحكومة من قبل تحالف الإصلاح، لكن عندما فشل المشروع أرادوا اليوم عزله هذه القوى بشكل كامل. أيضا أؤكد هذه المعلومة. أقاطعك في هذه النقطة سيد محمد، اليوم هناك شبه إجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع، التصويت والإجماع على هذا القانون إلى أي درجة سيؤثر على المباحثات المقبلة ما بين قوى الإطار وقوة التيار الصدري باعتبار كان هناك شبه إجماع على هذا القانون؟ إقرار قانون تجريم التطبيع بالحقيقة هو بتأييد وكان قضية مشتركة ما بين القوى الشيعية، وأكد للمواقف السياسية والشعبية بأنه في القضايا المصيرية يكون هناك توحيد للمواقف، ولكن للأسف إعلام الطرف الآخر كان سلبيا جدا بهجمة للأسف لا أخلاقية، اتهامات للإطار رغم أنه قيادة الإطار كانت حاضرة وباركت هذا القانون، وكذلك أدت بعض الملاحظات منها بعض ملاحظة مثلا السماح بزيارة المراقد الدينية في فلسطين المحتلة بموافقة وزارة الداخلية أو ما يتعلق بالمشروع الإبراهيمي. هذه طبعا علامات خطر يجب أيضا منها أن يتم الذهاب إلى المحكمة الاتحادية، ومن خلال المحكمة الاتحادية يتم تعديل إجراء تعديلات على القانون، بالتالي حتى هذا القانون يأخذ مجرى بشكل فعلي ويعاقب ويحاسب جميع من يسعون إلى تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني حتى لو كان سرا. وهذا أيضا هم يشمل أقليم كردستان باعتبار الأقليم بعض قيادات كردية لديها تواصل وعلاقات وطيدة مع الكيان، وكذلك شخصياتهم سياسية عراقية في الأقليم أيضا في أربيل تتخذ من أربيل مقرر. لكن أخيرا يعني حصل شبه إجماع على التصويت على هذا القانون. له إجماع حقيقي. إجماع حقيقي. طيب. وبالدرجة الأولى من القوى الشيعية على أن هذا الكيان كيان غاصب. القوى الشيعية تحديدا. وأنتقل بذات السؤال لك سيد معين، الاتفاق على هذا القانون وإقراره والتصويت عليه بإجماع أو شبه إجماع في البرلمان، هذا التوحد ما بين الإطار والتيار الصدري على هكذا نقطة مهمة مفصلية، إلى أي درجة ستسهل من المفاوضات القادمة بين الطرفين باعتبار أكو إجماع وأكو أيديولوجيا مشتركة ما بين الطرفين؟ نتمنى ذلك، أن يكون موضوع الإجماع على قانون تجريم التطبيع هو نافذة وبادرة خير للانفتاح وللتفاهم والحديث لما فيه المصلحة. نعم. إذا لم يكن أن القصد واحد من أهداف الموضوع إقرار القانون أن يكون هناك إنجاز معين لمجلس النواب أو للتحالف الثلاثي
باعتبار أن هناك أصابع اتهام وجهت للتحالف الثلاثي لعلاقات مع الكيان الصهيوني وخصوصا في أربيل ووجود مقرات للموساد هناك، فحاولوا يبعدوا هذا الموضوع من خلال الإقرار هذا. ولكن بشكل عام يعتبر إقرار قانون تجريم التطبيع هو خطوة جيدة، خصوصا ما نرى في المنطقة من تزاحم وتنافس للرضوخ والانبطاح للكيان الصهيوني من قبل دول عربية محيطة بالعراق. لذلك العراق اليوم هو يعتبر بهذا القرار هو مع توجهات محور المقاومة في المنطقة، وبذلك يمكن أن يكون إقرار هذا القانون هو بادرة للحديث أكثر حول الجوانب الأخرى التي فيها مصلحة البلد، منها معالجة أخطاء حكومة تصريف الأعمال، والتي منها مثلا موضوع إلغاء الاتفاقية مع الصين، أو تضييع فرصة طريق الحرير، أو موضوع مد أنبوب النفط البصرة إلى العقبة ولا إسرائيل وغيرها. هناك أخطاء كثيرة ممكن أن تبحث مع التيار الصدري والإطار التنسيقي باعتبارها أمور واضحة لا بد من معالجتها في البرنامج الحكومي القادم. دعنا مع أستاذ محمد ومشاهدينا الكرام ننتقل إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. مساء كردية للتوافق على مرشح لرئاسة العراق، والمنصب لا يزال يقطع الوصال بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين. إذن مشاهدينا، أيام حاسمة أمام القوى الكردية للاتفاق على مرشح أخير لرئاسة الجمهورية. وحتى اللحظة الحزبان الكرديان الكبيران الديمقراطي والاتحاد متمسكان بمرشحيهما، لكن باب التفاهمات بين الفريقين ما زال مفتوحا. المزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. في مرحلة مفاجئة يخوضها إقليم كردستان بعد التقارب الأخير بين الحزبين، بدأت التحركات الحثيثة تعود إلى البيت الكردي، ما تمخضت عنها احتمالات بعودة المرونة والحراك السياسي بين بقية الأطراف. بيد أن المخاوف ما زالت تحوم حول هذا اللقاء من قبل المتابعين، فقد يرجح البعض أن حبل الوصل هذا قصير في حال الاختلاف على مسمى شخصية رئيس الجمهورية. الكرد قد يكون جزء من الأزمة السياسية التي نعاني منها، وسبب قضية رئاسة الجمهورية، والكل يعلم جيدا ضمن العفو السياسي بأن حصة الكرد هي رئاسة الجمهورية. هذا الاتفاق ممكن أن يفتح الباب أمام اتفاق الكتل السياسية للخروج من أزمة رئاسة الجمهورية. ومن يتتبع تاريخ هذين الحزبين يجد أن الخلافات بدأت منذ تكريس الحكم الذاتي للإقليم في الدستور العراقي، بعد تقاسم المناصب بينهما والنفوذ في الحكومة الاتحادية والإقليم. فلا ريب أن الاختلاف اليوم على توزيع الأدوار الرئاسية قد يقف عائقا أمام إكمال هذا الوصل الذي ولد عند زيارة نائب الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد الوطني، وترجيحات تشير إلى زيادة الشرخ بينهما في حال تحققت تلك المخاوف بعودة الصراعات إلى ساحتهما. إلى الآن في الواقع ولا يوجد تقارب بالمعنى الذي يعكسه الإعلام، الموجود هو درجات أولى من الحوار تهيئ إلى التقارب. مستقبل العملية السياسية فيما لو لم يحصل اتفاق، أنا أعتقد أن الاتفاق إلى الآن نحن نتحدث لم يحصل، فلا يمكن أن نبني عليه آمال العملية السياسية. فرئاسة البلد تهدد وحدة الإقليم بعدما عانى الانقسام قبل هذا التقارب الأخير،
ويرى متابعون ربما تعصف الخلافات على تآلف الحزبين لتشتت شملهما الفتي، فتعود العملية السياسية إلى نقطة البداية، ومسرح الصراعات يعاود بسيناريو التشظي لكل الأطراف المشاركة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل الملف الثاني من الحصاد نرحب مرة أخرى بعضو تحالف الفتح الأستاذ معين الكاظمي، أهلا بك مرة أخرى، والترحيب أيضا بالمحلل السياسي الأستاذ محمد الياسر ينضم لنا بالصوت والصورة من بغداد، أهلا بك سيد محمد مرة أخرى، والترحيب أيضا بعضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد برهان شيخ رؤوف، أهلا بك سيد برهان ضيفا كريما عبر سكايب، وأعد لك سيد معين. أي تقارب ما بين الاتحاد والديمقراطي برأيك إلى أي درجة سيؤثر على الحوار الشيعي الشيعي؟ طبعا مع الأخذ بنظر الاعتبار الخلاف العميق الموجود بين الديمقراطي والاتحاد الوطني لتمسك كل طرف بمرشحه، ولا نعلم كيف سينتنجلي هذه القضية بالحوار بين داخل المكون الكردي، من المؤكد إذا توصل الأخوة الكرد إلى مرشح توافقي فيما بينهم سينعكس هذا الموضوع بشكل واضح على مجمل العملية السياسية وعلى التفاهمات الحاصلة لتشكيل الحكومة، ونأمل أن ينعكس بانفتاح حوار جدي داخل المكون الشيعي للتوافق على مرشح لرئاسة مجلس الوزراء ضمن المواصفات المطلوبة وضمن التوافق الذي يحصل، وخصوصا أن هناك يعني أمور كثيرة تعتبر هي مشتركات بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي ممكن من خلالها الوصول إلى نتيجة. لذلك موضوع توافق الجانب الكردي على رئيس للجمهورية متفق عليه في بينهم يعتبر هو حلحلة أساسية للمعضلة التي تعيشها العملية السياسية اليوم من خلال الحث على إكمال ترشيح رئيس وزراء متفق عليه داخل البيت الشيعي. طيب أستاذ محمد، إذا نضت الأحزاب الكردية إلى تكتل واحد، هل ستمضي بالعملية السياسية تعتبر خطوة إلى الأمام في هذه التفاهمات السياسية؟ طبعا بالتاكيد انه اليوم هناك ارضيه نوعا ما اتفق الكرد على ان تشكل ارضيه من خلالها ينطلقون للتفاهمات حول عده الملفات من ضمنها ازمه رئاسه الجمهوريه. لا. لكن انه الاطراف الخارجيه والاقليميه التي تدفع اغلب الاطراف الخارجيه والاقليميه التي تدفع باتجاه توحيد البيت الكردي للاسف اغلبها تعزز الانقسام الشيعي، مثلا لم نشهد من الممثلة الأممية بلاس خارت أن تقف نفس الموقف مع الكرد بأن تقف نفس الموقف مع البيت الشيعي في توحيد وتقارب الإطار مع التيار. هذه من جانب. من جانب آخر طبعا أنه الاتحاد ملتزم بالتوافق مع الإطار التنسيقي، وبنفس الوقت هناك الخلاف عميق مع الحزب الديمقراطي، وكذلك هذا التفاهم ما بينهما إذا توصلوا إلى تفاهم حقيقي بينهما واتفقوا على مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية بالتأكيد هذا سيلزم القوى المتعنتة في البيت الشيعي من أيضا بالتوافق
على نفس الرؤية باعتبار سيكون هناك توافق كردي بعد التوافق السني على رئاسة البرلمان، فيلزم الشعب أن يكون هناك توافق شيعي، وبالتالي هذه أيضا هم ستنعكس أيضا على الإطاء بالنسبة للمؤثرات الخارجية، الفواعل الخارجية الدائمة لهذا الانقسام، التعزيز والتوافق الشيعي الشيعي. طبعا فقط أنه هنا نشيد بموقف الجمهورية الإسلامية الذي دعت باستمرار إلى أن يكون هناك وحدة مكوناتية كبيرة، وكذلك فضلا عن وحدة المكونات الأخرى، وبالتالي هذه المواقف التي توحد سواء على الموقف الشيعي وبالموقف الكردي هي بالنتيجة ستحدد مصير البلد في العملية السياسية، وفي حال لم يتم هذا التوافق فإننا سوف نستمر على حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي قد نشهد أزمة حقيقية بأن يكون هناك فوضى تنتظر البلاد. طيب. عبر دعوات لكن التضاهر. لكن يوما أن تكون هناك تقارب إلى التوافق ما بين الأحزاب الكردية، ونسأل السيد برهان عبر سكايب، أهلا بك سيد برهان مرة أخرى، وأين وصلت مفاوضاتكم الكردية؟ هل من تقارب قريب؟ مشاهدين الأعزاء، حقيقة بعد مبادرة رئيس إقليم كردستان بتوحيد الصفوف القوى الكردية وزيارة إلى محافظة السليمانية، هناك انفتاح واستجابة من الاتحاد الوطني الكردستاني، وهناك لقاءات مكثفة بين المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الديمقراطي الكردستاني. وبعد الاجتماع السيدة جنين بلاسقارد مبعوثة الأمم المتحدة لشؤون العراق، وهذه الكل لها تأثير كبير على المجرى المفاوضات بين القوى الرئيسية في إقليم كردستان من أجل إنهاء الانسداد السياسي والتوافق على المشاكل في إقليم كردستان ومسألة رئاسة الجمهورية في العراق من أجل مضي قدما في انتخاب رئيس الجمهورية، ويؤثر ذلك على انفتاح الانسداد السياسي في العراق ككل. وبتصورنا انهاء الانسداد في اقليم كردستان سيكون مفتاح لحل حاله الوزع السياسي في البيت الشيعي والعراق عموما، لان العمليه السياسيه والاطر الدستوريه هو انتخاب الرئيس الجمهوريه، هو رئيس الجمهوريه يكلف الكتله الاكبر ومرشح من البيت الشيعي لتشكيل رئيس الوزراء وتشكيل حكومه عراقيه جديده، وهذا ما ينتظره العراقيون والشعب العراقي. هناك جدية تامة بين الحزبين وقرروا البدء والاستمرار في المفاوضات. لكن سيد برهان، حلحلة الأزمة ما بين الأطراف السياسية إذا تسمح لي هو بحاجة إلى تنازلات، لكن هل أبديتم للديمقراطي استعدادكم بتغيير مرشحكم السيد برهان صالح؟ لحد الآن المفاوضات لم يصل إلى هذه النقطة، ولكن رئيس إقليم كردستان السيد نيتشيروان برزاني أبدى استعدادي وقال نحن مصرون على حل المعضلة والمشكلة عن طريق المفاوضات والحوار ومراعاة المصالح العليا للشعب كردستان وللشعب العراق ومن أجل إنهاء الانسداد السياسي. وبدورنا في اتحاد وطني الكردستاني نحن متمسكون بالحل والمفاوضات من أجل إنهاء الانسداد السياسي في كردستان والعراق عموما. نعم. طيب سيد معين، أعود لك مرة أخرى، هل نحن أمام أو توقعات بإيجاد أو وضع خارطة سياسية جديدة للمرحلة المقبلة مع هذا التقارب الكردي وتقارب حل هذه الأزمة؟ طبعا هناك خيارين، إذا كان التقارب الكردي وصل إلى نتيجة فنحن أمام توجهين، أما أن يكون هذا التقارب والتوافق الحاصل حول تسمية رئيس جمهورية يدفع نحو توافق شيعي بخصوص رئيس وزراء وتتشكل حكومة، أو لا، مثلا احتمال يكون هناك التفاف على المكون الأكبر ومحاولة لتشكيل الحكومة دون أن يكون هناك مشاركة. طيب. بالمقابل إذا تمكن التحالف الثلاثي بوجود الاتحاد الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، سيتمكن من تمرير رئيس الجمهورية وبالتالي تشكيل كتلة أكبر وتمرير الحكومة، شنو راح يكون موقفكم في طبعا هذا يعني خلاف
القضايا الوطنية والأخلاقية واحترام المكون الأكبر، يكون لذلك سميته بالالتفاف. إذا كان هناك استبعاد للإطار التنسيقي من خلال إيجاد العدد فقط دون أن يكون هناك توافق للمكونات، هذا يعتبر حالة غير أخلاقية. لطيلة الفترة السابقة كان هناك حرص من المكون الشيعي على وحدة المكونات الأخرى ليكون وبذلك يكون سهولة التفاهم والاتفاق حول الأمور المصيرية للبلد. وأما أن يكون هذا التوافق هو لضرب ولاستبعاد المكون الأكبر، الأغلبية الكبيرة لهذا المكون، هذا هو قضية خطيرة سوف تؤدي إلى نتائج خطيرة كذلك على استقرار البلد وعلى مصيره. لذلك نحن نأمل من العقلاء أن تكون هذه الخطوة تصل إلى نتائج مرضية إن شاء الله في التفاهم الكردي الكردي، ولكن بشرط أن تنعكس إيجابيا على المكونات الأخرى وبالدرجة الأولى المكون الشيعي. طيب أستاذ محمد، يعني أطراف الإطار تقول أن أبوابهم مفتوحة لكل من يريد الحوار والتفاهم من أجل تشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بالبلد وتجاوز الأزمات والمضي بتشريع القوانين المهمة داخل مجلس النواب، هل سيبقون على هذا الموقف إذا كان هناك تحالف كردي كردي ويمضي التحالف الثلاثي بتشكيل حكومة بعيدا عن قوى الإطار؟ طبعا أنه حتى لو تحالف الاتحاد الكردستاني مع الحزب الديمقراطي ودخل في التحالف الثلاثي لن يستطيع أن يجمع النصاب الحقيقي لانتخاب رئاسة الجمهورية، لأن هناك الكثير من المستقلين الذين كانوا متأرجحين في التحالف الثلاثي، وكذلك بعض النواب من تقدم وعزم قد بسبب الخلافات في تحالف السيادة قد خرجوا من التحالف الثلاثي أو ابتعدوا قليلا، وبالتالي هذه فقط لا تعتمد على طرف معين. احنا من البداية قلنا ان عملية انتخاب رئاسة الجمهورية او 220 نائب تحتاج الى توافق حقيقي، باعتبار انه حتى اذا جئت باطراف اخرى بعدد اقل لا يمكن ان تمرر، هذا أيضا من جانب إذا كان بحساب العدد. أما بالحساب الآخر أيضا البعد السياسي، أنه في حال أنه ممكن البعض الآخر قادر أن يمرر، ولكن هل يمرر؟ أقول بالتأكيد لا، باعتبار الفواعل الخارجية والداخلية والامتدادات الإقليمية ستكون أيضا حاضرة في أن يكون في أن هذه الخطوة لها تأثيرات على دول الجوار أيضا ليس فقط في العراق، وبالتالي أن هناك هذا تهديد وجودي لقوى الإطار الشيعي لفصائل المقاومة، وبالتالي هناك تعامل آخر يختلف تماما ما تم التعامل معه في المرحلة الماضية. هذا التعامل عندما يكون هناك تهديد وجودي حقيقي لأي سواء على مستوى دولة أو على مستوى أحزاب، تعاملها يكون في الأولوية القصوى. واضح سيد محمد. أعود لك بسؤال أخير سيد برهان، التوافق الكردي الكردي هل سيحل الأزمة ككل؟ لو أن هذه الأزمة بحاجة إلى توافق جامع لكل القوى السياسية من أجل المرور بالبلد من هذه الأزمة. نعم، التوافق الكردي الكردي سيكون خطوة في اتجاه الصحيح وبداية النهاية للانسداد السياسي بتصورنا، وهذه جزء من المشكلة. التوافق الكردي إذا اتفقوا الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان على المرشح الرئاسة الجمهورية وينتخب رئيس الجمهورية سيكون بسيطا وسيبقى المشكل داخل البيت الشيعي. وفي هذه الحالة ونحن كاتحاد الوطني الكردستاني منذ البداية كان هدفنا أن يكون لنا لن يكون طرفا في نزاع الشيعي الشيعي ومحاولاتنا لدولة شمل البيت الشيعي للتوافق على مرشح واحد لرئاسة مجلس الوزراء. وبعد انتخاب رئيس الجمهورية سيكون كل جهودنا مصرفة على أن يكون يعود التوافق إلى بيت الشيعي، فيكون هناك مرشح من توافق عليه من جميع القوى ليكون يشكل الحكومة حكومة رشيدة وطنية قادرة على أن يتحمل المسؤولية. نحن نعلم أن العراق يمر بظرف عصيب منعطف خطير، مشاكل أزمات إدارية اقتصادية أمنية وفي ظروف طبيعية تصحر جفاف
عواصف ترابية، تسفيف الأنهار من قبل دول الجوار، كثير من المشاكل كبيرة يحتاج إلى حكومة قوية ويسانده جميع القوى السياسية من أجل يتحمل المسؤولية ويخلص الشعب العراقي من هذه المشاكل والأزمات. وهذا هو تمنياتنا وجهودنا منصبة على هذا الاتجاه في المرحلة القادمة. عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد برهان شيخ راوف، كنت معنا ضيفا كريما عبر سكايب، شكرا لك. إذا دعونا نطلع أيضا على نتائج الاستبيان اللي أجرتها قناة الأيام لبرنامج الحصاد، وهل تعتقد أن الحزبان الكرديان أو الحزبين الكرديين سيتوصلان خلال الفترة المقبلة إلى تسوية بشأن منصب رئيس الجمهورية؟ كانت الإجابات 46% نعم، 40% كلا، و 14% متحفظ. الشكر الجزيل لكم عضو تحالف الفتح السيد معين الكاظمي، كنت ضيفا كريما علينا، والشكر لكم المحلل السياسي الأستاذ محمد الياسري، كنت ضيفا كريما علينا عبر الأقمار الاصطناعية، والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.